فلما وصل المسلمون مسلمين تمركي قارين إلى مؤتة وهي قرية قرية واقعة على مشارف الشام شام جيس كيف يكوت على وي في الأردن يعني وضع الأردن ليلة وجدوا ويهلان أن الروم الروم قد عدوا إلى ديارين لهم أيضا 100,000 وان بقول كن أي ديارين تظاهرهم بقول كاكون الروم كأي ديارين هل روم أي ديارين تظاهرهم أن تعاونوا لها عاونيزو وحوغينيزو 100,000 أخرى بقول كن وكلاؤه من نصارى العربي عرب كل نصاروبي أو من قبائلي لخم من إيه وجدام إيه وقضاعة وغيرها عربت أنت ودي قالوا ما إيه نصارى دي واحد قالتين بقول كن باقي صورت روم بقول بالله بقول كن يا الكالودي كجارنا أما جيش المسلمين المسلمين تعيدا كوضنا فكان وفوها 3,000 صدحكم كليها صدحكم يا الله بقول كن بالكون وما التقى الجمعان مكر من لبضي عيدا ودارت ما يسوريين رحل معركة معركة يعني وهاي ما يسوريين دقال كذي حتى خر زيد بن حارس إلى أوضعي سريعا حاله مقبلا من غير مدر صور عربي إنه دقال لما يألا إيا لدريه صور عربي أو مقبلا أيوب بنت لدريه فما أسرع ما هكذا لدريه بنها وصبا إنه دول جعفر بن أبي داري عن ظهر فرس فرس أصيلة سارنا كانت له أصوناتي فرس كأصارنا مدور كيسي كسو بولي شقراء وعقر ثم عقرها فرس كي بنتو كدري أيو فرس كي لغزة بغنو تكون افتوي سيفتي سيبو كو بغنو قوي فرس كي بسيفي مو كو بغنو قوي حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعد سيئن علو وانتفاعه وجعل وحمل الراية بندير الدبو قاضي وأوقلوا لحق لي في صفوف الروم فروم صفقوا ديبو لحق لي والحال هو أسوي ينشد شعر كان قاضي يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم الروم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنصابها علي إذ لاقيتها درابها أزلي يا حبذا يا حبذا ما حكونا أكسنا الجنة جنة أي حبذا يا برار وحبذا وحاونا أكسنا لي الجنة جنة ونكسنا إيه واقترابها دوانتي جنة سوت أواتي أي طيبة وهي جمالها مد وناكس وبارد شرابها عبتان كيدن وآد قبوي هيوي والروم الروم روم روم أوي والرير روم قدنا عذابها عذاب كيدي بعد وذا يقول العذاب كان هذا هو ضمين إنه وحوظ الانتوردن وقاله والعذاب ما أرد أصعب والروم الروم أوي قدنا عذابها عذاب كيدي بعد وذا كافرة وهي في إلهي كوكو فريسي وهي بعيدة أنصابها النصب كيدين هو النجد ريادي وعجبي لما كان هو عرفه ما دي يا بعيدة أنصابها النصب كيدين هو فقية نصب هو لأجنين دمال أي علي دوسة إذا وحاء أنسكو واجبين يا إذ لاقيتها مركان لكو المدرابها إن سيفكو قرع كواس وحكا الله لقد حي مجل سيف أمان لقد حي فوظل وحوها علي يجيله إنه وريجا يفيصه في العداء بسيفه ويصول أكبر راعيه حتى أسابته إلى أصيبته ضربة قطعت يمينه ملك تكبيس فأخذ الراية بندير الدبو قال الراية بشماله بدحه قال فما لبس موسى النجان أن أصابته أخرى متك لا قطع شماله بدحه تكبيس فأخذ الراية بصدره لا أبطى أيه قال إيه وعد لديه لبدع عدده انت لقى قوي انت صومها لابد العدودات كلية أجوه مركز عالك أقوط بندير دي مقاعي عالكس انت عوات دقالهم يا أول فما لبس موسى النجان أن أسابته إلي أصيبتي ثالثة ضربة صدحاته كلي تاسو شطرته شطرعيني لابد قوك نكتيا سوارم فأخذ الراية بندير دي وحاق هذه منه جعفر وحاق قال عبد الله بن رواح فما ذلك منذ ليقاتل إنه دقالهم أيوه حتى اللحيطة بساحبيه لابد يسي ساحبي له وغالي لازم